بمناسبة الذكرى 26 لنشأة المحافظة السامية للأمازيغية والمصادف 27 ماي من كل سنة، تم فتح أبواب المشاركة في الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية. تتوج الجائزة أحسن الأعمال المتنافسة في الفئات الأربعة: اللسانيات، الأدب المعبر عنه بالأمازيغية والمترجم إليها، الأبحاث في التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي، الأبحاث العلمية التكنولوجية والرقمنة. تستقبل المشاركات بداية من 27 ماي الجاري إلى غاية 4 أوت 2021 على المنصة الرقمية www.agaz.hcamazighite.dz. مراسيم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الثانية سوف تنظم بمناسبة عيد رأس السنة الأمازيغية الجديدة أمنزون يناير 1972 الموافق ل 12 جانفي 2022 بعاصمة الهجار ولاية تمنغست. للمزيد من المعلومات اطلعوا على القانون الداخلي للمسابقة وزوروا الموقع الإلكتروني www.hcamazighite.dz.